عسلامة 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 عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. عايشك؟ لاباس عليكم الاثنين؟ الحمد لله. شيخي شيخين ان شاء الله. ان شاء الله. وكهو عرفني عليك. بون، امنه من المرسى. شهد من المرسى. اسراء من المرسى. انتوما فيكم الاخوات وفيكم الكوزين، شكون الاخوات؟ باهي، انا وشهد اخوات، واسراء تكون الكوزين نتاعنا. اليوم خرجتوا باش تحوسوا؟ كل يوم نحنا نخرجوا نحوسوا، نحبوا ندوروا نحوسوا بحكم معناها ديبيو دو فاكونس، كنا نقراو وكل اون بلوس، معناها واحد يبدل لك الجو والروتين نتاع لي زيكزاما وكاستريس كله. قرايه ماشيه؟ ساي ناجحين بقدرة ربي؟ الحمد لله سافا، كل شيء ماشي. انتوما كاخوات شنو الحاجات اللي تشتركوا فيهم وشنو الحاجات اللي ما تشتركوش فيهم؟ بون، الحاجه الوحيده اللي نشتركوا فيها هو الشهر اللي والدين فيه اكاها اكاها ابار سا ما معنا حتى بوان كوما بيناتنا، حتى شيء، حتى شيء. تتعاركوا ديما؟ ديما فما هرك؟ ديما فما عرك. عرك الاخوات ما يكونش على حاجات كبيره بالطبيعه، يكون حاجات تافهه. ليه بالطبيعه تفك لي حوايجي، تهلك لي حوايجي، فكت لي صباطي، لبست لي حاجه، تبيع هذاك العرك بتاع الاخوات الكل. انت الكبيره؟ انا الكبيره. حكم انت الكبيره تحس انك انت هي المسؤوله؟ ايه ديما. في الدار نعرفش انا ديما معناها، حتى كي تغيب ما ساعات كي تمشي ولا حاجه، ديما انا نحط روحي انا لازمني نتلهى بهذيك وهذيك وهذيك، يعني اللي كنت حطته امي ديما اللي هي بيه، انا نحاول ماكسيموم اني نعوضها. تحسها تتحكم فيك ولا لا؟ مسيطر عليك؟ اي شنو مثلا تبدا تعارك فيا على الحوايج وما تمسخش الطاوله وبعد ما تاكل نظف، وحسيلك مشيت امي جات هي. يعني تعوض امك هي؟ تعوض. اي اما مش في كل شيء. شنو هي مش في كل شيء؟ في الحنيه، امي احن انسانه في الدنيا بطبيعه. طبيعه مش، اما كمي تنجم تعوض لك شوي؟ اي تنجم تعوض شوي. فين معها ولا لا؟ مش برشا. انتم قريب في العمر؟ لا انا نفوتها بثمانية سنين. تحس روحك تختلف معها على خاطر العمر؟ مش نفس التفكير؟ أبر العمر، هي مازلت صغيرة، يعني هي مازلت فرحانة بروحها وكل شيء. أنا مازلت صغيرة؟ إيه كمي من استجم عمرها، هي تو أنا عديته. دونك عرفتك اللي أنا وليت نخزر الحاجات اللي هي بخوشين مو زيدة في عمري باش وليت أخزر لهم. هي مازلت صغيرة ومازلت فرحانة بروحها، مازلت تحب تعمل هذيك وهذيك اللي حاجات أنا تو ما عادش نجم نعملهم. فهمت؟ يعني هذيك وين تنجم تكون. تنصحها في حاجات؟ بون، ما ننصحها، احنا الديجا العائله كامله عندنا فيها ثقه كبيره، نحبها ترد بالها على روحها، واهم حاجه قرايتها ومستقبلها، ونحبها ترجع تترينا. هي كانت تعمل هونت، فما معناها ما هو كل كاتيجوري عندها الكوتش نتاعهم، دونك هي كانت متعلقه ياسر بالكوتش نتاعها. ديجا نقدم لها تحيه مروه حمروني. ملي هي ما عادش تريني الكاتيجوري نتاعها، هي معناها ما عادش حاب تمشي. قالت لك هي اللي باللي ميم، حتى ديرنييرمون حتى الديريكتور تكنيك نتاع السكسيون قابلتني انا وقالت لي قول لها ترجع وكل، لكن هي جوسكا ماتنو رافضه. علاش راف؟ انا بصراحه شوي من لونترينور نتاعنا شوي بخلت على لونترينمون. لونترينور نتاعكم شبيه بالضبط؟ نحسو كاسحه برشا، مش كيما تكون مراه تريني فيك وانت طفله، مش كيما الراجل، فما برشا فوارق ما بيناتهم. مثلا هو كيصح ما تعملش هذيك، هي مثلا تخليك على راحتك وكل شيء. هكا يعني اذا قررت ما عادش باش تمشي؟ انا مش قررت ما عادش نمشي، ديجا عندي قرايتي، تلهيت بقرايتي اكثر من السبور، وحبيت نكون معناها نربح حاجه من قرايتي اكثر من حاجه نربحها من السبور. السبور تعمل فيه جوست هوايه وبرا ماكش حتى هدف انك توصل له من خلال السبور؟ كنت ما تولي تولي. انتوا مع عائلة رياضية ولا لا؟ بون، الحقيقة هو أكثر وحدة رياضية في العائلة هي أنا، دايوغ توا أنا مدربة في جمعية. أنت مدربة؟ أنا مدربة، هذاك علاش توا باش نعمل ريمارك على كلمها اللي كنت تقول فيه، أنه لونترينور الكاسح ولونترينور اللي يقول لك ما تعملش هذيك ويدير يجيك في سونس معينة، هذاك اللي يحبك ويحب مصلحتك. باهي، هذاك اللي يحبك توصل اللي أنت وين حاجتك. فهمتني؟ دونك راهو مش مربوطه بالكاركتير نتاعو هو وكل، خاطر قد ما يكون هو حريص عليك، كل واحد اي اتليت من الموجودين هو حريص عليه، دونك هو خايف على مستقبلك وعلى مستقبل الجمعيه بصفه عامه.
انت مدربه نتاع شنو؟ اتليتيزم. بون الاتليتيزم ديجا هو اصغر مدربه نتصور. طب بديت ملي عمري 19 سنه، عندي 3 سنين، غراس الديريكتور تكنيك نتاعنا اللي هو كان المدرب نتاعي، وكان اصعب من اللي تحكي هي. نقدم له زاده تحيه كبيره لطفي بالحاج. هو اللي عاوني باش وصلت. بالنسبه للاتليتيزم في العالم ديجا مستعرفين بها اللي هو ام الرياضه، لكن في بلادنا ما همش عاطينه حقه. ان شاء الله يخزروا له وكها، ان شاء الله يعطيو ياخذوا بعين الاعتبار، يعطيونا لي تيرام تاعنا البيس، يحضروا لنا ويعطوا لنا دي بون كونديسيون باش الانسان يكمل، باش انا تليت اللي عنده نيفو به يكمل. علاش في الشطر ثنية تخليه يقص؟ معناها على خاطر حاجة واحدة اللي هي خاطر كونديسيون، حاجة توجع. وصلت للهدف نتاعك ولا ما زلت؟ بيان سور ما زلت. من الاهداف الرئيسيه اللي تحب توصل لها؟ بون بالطبيعه نحب هو هذا الهدف نتاع اي اونترينور، انه يخرج بطل، يوصل هو يكون المسؤول وعنده يد كبيره في انه كون بطل، وهذا هدف ان شاء الله نوصلوا له. عائله رياضيه خلينا نقول. وانت رياضيه ولا لا؟ لا مانيش رياضيه. جمله جمله. ما حاولتش معناها تتغرم حتى برغم انه لي كوزين نتاعك هكا يحبوا السبور؟ لا ما نحبوش السبور. شنو تحب انت؟ ما نحب النوم. نحب النوم. وي كاو على القرايه كيفاش؟ صفا نبقى نمشي مش هكاك برا، اما به علاقتك ببنت العم بنت الخال؟ صفا بنت خالي هي تجي بنت عمتنا، وواحد هي تقول لنا بنت خالي. كيفاش العلاقه بيناتكم؟ صافا ماشي، علاقتنا محلاها. مش شويه عارك شويه مشاك شويه غيره؟ مش ديما. ضحكت الضحكه هذه وراها حاجه؟ اي مش ديما. مثل في تنظيم الدار في حكايه كيك نتعاركوا. تنظيم الدار كيف تسكنوا مع بعضكم ولا كيفاش؟ اي هي جات بحذينا ضيفه، حبيت تعدي بريود بحذينا وبكري برك. انا قلت لهم معني بطلت ملي كنت باش نخرجهم، قلت لهم عاش خرجتكم خاطر حتى واحده ما حبت تعاون. هذاك علاش توا ضحكت كي قلت فما عارك ولا ضيف الدار؟ توا انت ضيفه معناها وليت حتى ضيفه عادي نعاونهم. هي ماهيش ضيفه، هي واحده من العائله. كيفاش ضيفه؟ هي واحده من العائله، هي اختنا. هي اختنا ماهيش ضيفه. بنت العم تنجم تكون اخت؟ اختي اخت هي. وهي تعرف نحن قداش نحبوها وقداش علاقتنا بها كبيره، مالجري اللي ما كانتش عندنا علاقه مده السنين اللي فاتت. العلاقه كيفاش كانت قبل؟ هي كانت معناها هي كنت صغيره، معناها هنا كبرت ولات تفهم، مش كيما كان يلعب وكل. حتى كي كنا نمشيو بحذاهم، هي جات بحذنا من القصرين، كنا نمشيو بحذاهم، عرفتك اللي انا روحي كبيره، هذه ترى روحها معناها اكبر شويه، عرفت كل واحد عنده العالم نتاعو الصغير اللي يعيشو. اوني با لي معناها بحاجه واحده، فهمت؟ يعني كل انسان عنده حاجه يتلهى فيه، هاك اللي تليفون، اللي يحب يلعب، اللي يحب يطيب، اللي يحب هكيك. تجي بحذاهم يفرحوا بيك ولا؟ اي يفرحوا بي. خرجوك حاسوا بيك بطبيعه؟ اي خرجوني بطبيعه. نبقوا ديما ندوروا يخرجوني. طيب هما خويت، تحضر انت ساعات العركه بيناتهم ولا لا؟ اي نحضر. كيفاش معناها؟ كان بالسياحه كهو من غير ضرب، ما فماش. ما وصلناش للعنف. ما وصلناش للعنف. تحس بيناتهم ولا؟ لا. ما شربك الحكاية؟ زيد شربك مرات مرات نحز، مرات ندور مع هذه، مرات مع الاخر، كل مرة. هيك كلمة الختام شنو تحب تقول؟ باهي ساعة ميرسي بوكو للنيو ميديا. ان شاء الله تروا حاجة ما خير. ونحب نشكر اختي بالطبيعه، ونشكرها هي، والشكر الكبير ديما لماماتي ربي يفضلها لنا، وبابا ربي يخليهم لي.